السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الثالث المتوسط مدارس المتميزين، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة مادة الكيمياء امتحان الدور الثاني 2023. Question 1: How can we reduce nitric acid in laboratory? Draw shape of equipment and write the reactions. الجواب: This acid is usually prepared by heating a mixture of potassium nitrate salt with sulfuric acid in the class retort, and the nitric acid vapor resulting from the interaction is condensed in water cooled. This interaction can be expressed in the following equation, where KNO3 زائد H2SO4 يعطينا KHSO4 زائد HNO3، وهذا رسم الجهاز المستخدم في تحضير حامض النتريك. نجي على فرع باء. فرع باء يقول mark the following sentences as true if they are right or false if they are wrong and then correct the wrong sentences. يعني ضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة وصحح الخطأ إن وجد. Number one. Number one. Methane gas does not react with red bromine water. الجواب راح يكون true. الجواب راح يكون true. Number two. Sulfuric acid can be industrial manufactured by contact process. الجواب أيضا راح يكون true. الجواب راح يكون true. Number 3 يقول we convert concentrated solution to dilute solution by added solute. الجواب wrong يعني خطأ أو false نكتب، لا مو added solute بل added solvent. Added solvent مو المذاب، نضيف المذيب solvent. نجي على السؤال الثاني question 2. Answer the following question for chloride atoms Cl17. عندنا هنا اكتب يعني عندنا العناصر العدد الذري للكلور اللي هو العدد الذري مالته 17. اول نمبر 1 رايت الكترون كونفرجيشن، اكتب الترتيب الالكتروني. الترتيب الالكتروني الى هذا Cl1s2 2s2 2b6 3s2 3b5. نمبر 2 خلينا نشوف نمبر 2 شو يريد من عندنا. نمبر 2 يقول how many secondary energy level filled with electrons، يعني كم عدد مستويات الطاقه اللي تمتلئ بها عدد الالكترونات الطاقه الثانويه. احنا هنا نشوفه نرسم اللي مالته الاوربيتال، فهو ايش راح يصير؟ راح يصير 3b 3s، هو شنو الطاقه الثانويه يعني 2b 2b و2s، فالعدد الاوربيتالات هن 4 Cl4 4. زين زين، نجي على السؤال الاخر الثالث. يقول رايت لويس سامبل فور ذس اتوم، رمز لويس لهذا العنصر هو هذا نمبر. دقيقة أعزائي الطلبة، أكو نمبر 3، نمبر 3 هنا صاير، هذا صاير بالعكس، صاير نمبر 4 هنا Cl، هذا رمز لويس، بينما نمبر 4 اللي هو السؤال يقول what is the number of single electrons، عدد الالكترونات اللي يعني المفردة هي فقط الكترون واحد. شوفوا احنا الاوربيتال مالته راح يكون فقط هنا واحد ما بي الكترون. يقول نمبر فايند اوت بيريود اند جروب، يعني الزمره والدوره، فهو من جروب 7 بيريود يعني الزمره السابعه الدوره الثالثه. زين نجي على فرع بي. فرع بي انسر ذا فولوينج، اجب عن ما ياتي. رايت ذا فيزيكال بروبرتيز فور الومنيوم، اكتب الخصائص الفيزيائيه للالومنيوم. الومنيوم از سيلفري متال وذ رمام كيبل واثنين لودنسيتي وثلاثة جود كوندكتور فور هيت اند الكتريسيتي.
هذا بالنسبة لخصائص الفيزيائي للألمنيوم. نمبر 2 يقول رايت يوزز اوف صوديوم هيدروكسايد، اكتب استعمالات هيدروكسيد الصوديوم. اولا سوب اند ديترجنت اندستريس تكستايل اند بيبر مانيفريكيتد. ونمبر 3 انيشال رو ماتيريال اند بريبريشن اوف ماني كيميكال كومباوندز يوز ان فيريوس اندستريس. هذا بالنسبة لهذا السؤال. نجي على question 3 يقول what is the mass ratio of the solute and the solvent of solution made of 50 grams salt dissolved in 150 of water. هذا احنا نستخدم القانون الخاص بالإيجاد النسبة المئوية. أول شيء نطلع M total اللي هي M1 زائد M2. M total هي 50 50 زائد 150 يساوي لنا 200. mass percentage of solute M1 over M2 multiply 100% 50 over 200 multiply 100% راح تطلع لي 25%. mass percent of solvent M2 على M total في multiply 100% 150 over 200 multiply 100% 75%. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على فرع B يقول choose the correct answer، يعني اختر الإجابة الصحيحة. The bond between two carbon atoms in saturated hydrocarbons is يعني يقول الأنصرة بين ذرات الكربون المشبعة في الهيدروكربونات المشبعة هي تكون سنجل، لأن احنا عندنا فقط الميثان هو مشبع، يعني الإيثيلين والإستيلين غير مشبع، راح تكون الجواب راح يكون سنجل. نمبر 2 يقول the third main energy level contains a number of orbitals. المستوى الثالث للطاقة عادة يحتوي على اوربيتالات اللي هي 9، يعني نختار رقم 9 9. نمبر 3 يقول sodium is perceived in liquid with which is the descent reacted like. الصوديوم يحفظ في سائل على مود ما يتفاعل معه مثل الكيريسون اللي هو النفط الابيض. زين الاختيار راح يصير كيروسين. نمبر question 4 يقول arrange verbally about choose 3 only، يعني تعاريف عرف ما ياتي باختصار above principle hydrocarbons water class وسوليوشن. خلينا نشوف التعاريف. بالنسبه above principle هو the principle so the secondary energy levels are filled with electrons according to their energy level from the lowest to the highest. They follow this order. Hydrocarbons, it is organic compound contain carbonic and hydrogen, carbon and hydrogen only either saturated or unsaturated. Liquid class, it is a concentrated aqueous solution of sodium silicate. Solution, it is the homogeneous mixture composed of two or more pure substances having no chemical reactions between them. The substance with the majority in the solution is called the solvent, and the material with less excess extents in the solution is called the solute. نجي على السؤال الآخر. Question 5، سؤال خامس. How are قبله عندنا فرع بي question 4 فرع بي write the difference between zero element and element bronze alloy by the percent of elements وcharacteristic. يعني الفرق بين الديرو الألمنيوم وسباك الألمنيوم باستخدام بالنسبة العناصر والصفات. عندنا الديرو الألمنيوم this alloy consist of the high percent of aluminium and the small amount ratio of copper and magnesium. It is might contain manganese as well. Number 2, the alloy is light and hard. هنا aluminium bronze alloy. This alloy consists of a small percent of aluminium and high ratio of copper and other metal substances. It is the characteristic by resistance of erosion. It is color change according to the color of the it is compound parts ranging from copper color to gold color and silver color. هذا الفرق. نجي على السؤال الاخر اللي هو question 5 يقول how are aluminium ions
test in solution of aluminium compound, explain and write the chemical equation. يعني اكشف عن ايون كيفية يتم الكشف عن ايون الالومنيوم في مركبات الالومنيوم مع كتابة المعادلة الكيميائية. الجواب يقول الالومنيوم ايون is identified in its compound by basic solution such as sodium hydroxide or potassium hydroxide whereby the reacted with the ammonia ions Al موجب 3 يعني plus 3 to form a white gelatin deposit which is ammonia hydroxide Al by OH by 3 as in the following formula Al زائد plus 3 NaOH يعطينا Al OH by 3 plus 3 Na ion. والمعادلة الثانية AlCl3 زائد 3NaOH ينطينا AlOH by 3 زائد 3NaCl. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على فرع B complete the following actions the balance them يعني نكمل المعادلات التالية مع الموازن. احنا كملنا عندنا المعادلات FeS زائد H2SO4 ينطينا H2S غاز زائد FeSO4. والمعادلة الثانية Si زائد 2Cl2 ينطينا SiCl4. والمعادلة الثالثة CH4 زائد 2O2 تطلع لنا CO2 زائد 2H2 زائد انرجي، مو شرط انها تكون انرجي. نجي على الاكسبلاين there is reason of following يعني انطي السبب، اعطي السبب لما ياتي. تختار انت اثنين كربون دايوكسيد when exposed to lime water becomes impure يعني الكربون ثاني اكسيد الكربون عند تعرضه الى الماء الكلسي يصبح غير نقي. الجواب because of carbonate كالسيوم يعني يتكون كربونات الكالسيوم حسب المعادلة التالية CaOH2 زائد CO2 ينطيني CaCO3 راسب زائد H2O. نجي على الثانية يقول noble gases have the greatest ionization energy تمتلك طاقة تأيون كبيرة الغازات النبيلة. السبب so they don't lose electrons easily لأنها لا تفقد الإلكترونات بسهولة. سيليكا جل، جل السيليكا used as dry factor يعتبر كعامل مجفف due to large surface and great ability to absorb water لأنه مساحة سطحية كبيرة وإضافة إلى قابلية امتصاص للماء عالية. نجي على فرع B answer the following why put the elements Li3 and Na11 within the same group although difference in the atomic number. ليش يخلوهم بنفس المجموعة على اعتبار يعني نفس الزمرة على الرغم من أنهم يختلفون؟ هنا نسوي الترتيب الالكتروني وشوف الترتيب الالكتروني 1s2 2s2 هاي بالجروب الاول جروب A بيريود 2 بينما ال Na راح يكون 1s2 2s2 2b6 3s1 اذا ايضا جروب 1a 3 بيريود 3 يعني بالزمرة الاولى لكن بالدورة الثالثة وذاك بالزمرة الاولى والدورة الثانية. نجي على السؤال الفرع B الثاني الآخر واحد explain with writing chemical equation how to prepare silver dioxide gas in the cereal كيفية تحضير غاز ثنائي أكسيد الكبريت صناعيا. الجواب يقول large quantities of silver dioxide can be in the cereal reduced by the condensation of silver in air. The molten silver is bumped is a special composition towards the resultant gas contains same impurities. S زائد O2